السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون، بونجور أتوس. إن شاء الله اليوم غادي نديرو تتمة تاع الدرس دو لا جوب دو باز. لا جوب دو باز كما سبق كنت ديجا درت الفيديو، ولاني قلتو ليا بأن الموسيقى كتزعجكم، دونك قلت لكم غادي تصبر معايا ومن بعد عاد غادي ندير لكم نحيد الموسيقى. دونك كانوا لي كومونتير ديالكم زوينين 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 بزاف، شجعوني، وملي شجعوني قلت غادي نعاود الدرس وغادي نحيد الموسيقى. دونك تشجيعاتكم ديالكم هما اللي كانوا السبب باش غادي نعاود الدرس. دونك لي كومونتير الله يخليكم، لان كنلقى لي كومونتير كنلقاهم في الواتساب، الناس اللي كيعرفوني كنلقاهم في انستغرام، كنلقاهم في فيسبوك. دونك جو سوي اوبليجي باش ندور نقرا لي كومونتير كلهم، كل واحد اش كاتب ليا باش نعرف البوزيتيف كما كنقول اللي قايلينو عليا، ولا شي حاجه نيجاتيف ما عجباتكمش. دونك الله يخليكم، سي ميو كاع لي كومونتير يكونوا في اليوتيوب، كوم سا نقراهم ونعرف اش خاصني نصلح واش اللي هو عاجبكم. دونك هنايا ان شاء الله غادي الله يخليكم تبقاو ديروا ليا لي كومونتير كلكم ديروهم ليا في اليوتيوب وشكرا. دونك هنايا غادي نديروا لا جيب دو باز. وقبل ما نديروا لا جيب دو باز خاصنا نعرفوا ملي كنقول غنصاوبوا الباترون سي كوا ان باترون. ان باترون سي ان بلان، دونك سي ان بلان تا هو بحال كوم لاركيتيكت ملي كيبغي كيديسيني كيصاوب لو بلان تاع الدار ولا داكشي اللي غادي يصاوب. دونك تا لو كوتوري تا هو كيصاوب ان بلان، دونك كنصاوبو لو بلان دو لا جوب. دونك لو بلان دو لا جوب هو اللي كيعطينا ان باترون، دونك هذا هو لو باترون. دونك تا هو كنديسيني وعاد ابخي اون لو ديكوب وكنولي عندنا ان باترون. دونك هنايا غادي نخدمو الباترون ديال لا جوب. دونك كنعرفو بان لا جوب توت لي فام اون اون جوب، جو بونس كو توت لي فام اون اون جوب، مكاينش لي ملبساتش في حياتها اون جوب، سوا بور لو ترافاي سوا بور اون سواري. كوم اون دي توت لي زوكازيون سون بون. دونك عندنا لا جوب بازيك، كنقولو لا بازيك حيت لا جوب بازيك سي لا باز، لا جوب دو باز سي لا باز، هي بها باش كنخدمو كاع لي جوب، اي جوب كنخدموها. دونك اون فوا كنفهم لا جوب دو باز منها كنقدر ندوز لي ديفيرونت سورت دو جوب. وعندنا لا جوب دو باز il y a trois parties qui composent la jupe. عندنا هي وريتها لكم، انا وري لكم باش تفهموا مزيان. عندنا لو ديفون، لو ديفون سون كوتور. دونك فوالا لا بروميير بيس. لو دو il est composé de deux pièces. فوالا هنا دو، دونك لا جوب فيها 3 بيس، اي لا 4ييم بيس هي لا سانتور. دونك هنا غادي نبداو نخدمو لا جوب دو باز تاي 42. دونك هنا في الدرس اللي سبق خدينا 101 ديفيزي بار 4 تاتنا 25. هذا سي لو ميليو دو، انا كنهضر او ميم طو كنكتب حيت ما عنديش ا بون ليكريتور جو ميكسكوز، ولكن او ميم طو كنحاول نكتب او ميم طو نهضر باش كلشي عارف ليكريتور ديالي. ميليو ديفون هذا الامام وهداك الظهر تاع لا جوب. هنايا ندير ان بوتي رابيل باش اللي ما كانش معنا في لا سيونس اللي سبقات يحاول او موا ياخذ يفهم شويه، ولكن من الاحسن ياخذ لا لسون نيمورو 1
بروميير بارتي، عادي يجي يكمل الجزء الثاني تاع العجب. هنا عندنا 101 ديفيزي بار 4 عطاتنا 25 25، خدينا من لو ميليو هدو 25 25 25 25 25، وهنا لا اوتور 22 تاع الباسه. انا كنحاول هنا نكتبها بالفرنسي وهنا نكتبها بالعربيه. طول الحوض 22. هنايا عندنا بالنسبه لو دوفون عندنا 101 ديفيزي بار 4 كتعطينا 25 25، بلس 2 ديال لا سوبليس كتعطينا 27 25. دونك شرحت لكم هاد لو طرافاي كيفاش كتجينا 27 و 2 ديال لا سوبليس، كلشي عندكم في الدرس الاول. دونك هنايا عندنا كتشوفوا هادي سميتها لين دو تاي، لين دو تاي، لين دو تاي، نا لين دو باسان، وهنا لو با دو لا جوب، le bas de la jupe. Donc là, on a la ligne de taille. La ligne de taille, on a 25 25 25 25 25 25. Donc là, on a le tour de taille. On a 72, le tour du bassin 101, la hauteur du bassin 22, longueur jupe, on a 72. Donc là, 72 divisé par 4, عطاتنا 18.5، و 101 ديفيزي بار 4 عطاتنا 25 25. دونك هنايا غتكتبوا اللي كيكتب بالعربيه 72 يقسم على 4 و 101 يقسم على 4، 72 كنقسمها على 4. سميو نكتبها باش ما تنساوش، 72 كنقسمها على 4 كتعطينا 18.5، و 101 نقسمها على 4 كتعطينا 25.25. باش حتى واحد ما يتقلق مني اللي كيكتب بالعربيه اللي كيكتب بالفرنسي. دونك هنا غندخلو، هنايا غادي نبقاو عندنا هاد لالين خدينا قدها قد هادي. دونك هادي سيلون دو باسان، وهنايا لين دو تاي. دونك خاصنا نلقاو 18.5، دونك خاصنا ناجستو لا تاي باش نلقاو 18.5. دونك غنجي هنا وغناخد 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، وغناخد من 4 سنتيمتر تال الباسان، ناخد لالين ديالتي، هاد لالين اوبليك، هاد لالين اوبليك كناخدها كنشوف شحال فيها. دونك لقيت 21.5، غناخد 21.5 ديفيزي اون 2 كتعطينا 10.75. دونك كناخد 10.75 10.75، 10.75 كتكون عندي هادي قد هادي لي دو سون ايزوميتريك، اي جو سور دو 0.25 0.25، اي جو روجوان لي بوين ديالي. نتوما غاتجيكم شويه صغيره هكا، انا مع لا ريكول مع ستيلو فتح كتبان لكم بان بحال 0.75. دونك هنا 0.25، دونك هنايا غندخلو بربعة سنتيمتر كناخد لالين ديالتي كنعبرها كنقسمها على جوج، وملي كنقسمها على جوج كنخرج بصفر فاصلة 25. كنجي من لالين دو تاي جو ديسون دو 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر. دونك ابارتيغ دو 4 سنتيمتر كناخد هاد لالين ديالتي وكناخد 2 سنتيمتر، كناخد la ligne oblique ديالتي. دونك هنا
كناخد لو ميم طراي اون فوا نشوف لا لين اوبليك كناخدها جو لا ميزور اي اون لو ديفيز اون دو دونك لو ميم طراي تنشوف هنا لقيت 21.5 ديفيز بار 2 اي 10.75 جو ديسون دو 0.25 كناخد هاد السطر ديالي كنعبرو ملي كنعبرو كنقسمو على جوج وكنخرج بصفر فاصله 25 دونك كنهبط ب 0.25 0.25 0.25 جو روجوان لي بوان ديالي دونك هنا دخلت ب 4 سنتيمتر دخلت ب 4 سنتيمتر مازال لا طاي ديالتي كبيره دونك خاصني نوصل ل 18 اي دمي دونك باقا عندي لا طاي ديالي كبيره دونك اش غادي ندير جو بي انسيري دي بانس غادي ندير دي بانس باش لا طاي ديالتي تاجوستا باش لا لين ديالتي تجمع دونك جو بي انسيري دي بانس بور اجوستي لا طاي دونك هنايا غادي نعرف فين غادي نحط لا بانس ديالي لا بوزيسيون دو لا بانس دونك بور بوزي لا بانس pour poser la pince غادي ناخذ هاد لا لين ديالتي 21 اي دمي ديفيزي بار 2 عطاتنا 10.75 - 1 9.75 دونك هادي لا بوزيسيون ديال لا بانس دونك غنجي من لو ميليو دو كندخل ب 9.75 دونك غناخد 9.75 وغادي ناخد لا لونغور دو لا بانس غناخد 13 سنتيمتر وانا دائما كناخد دو بوان باش تكون لا لين ديالتي vertical ou tkoun ghada droite voilà كناخد 13 سنتيمتر دونك هنا خاصني نعرف لا فالور ديالتي اللي غادي نقص من لا طاي دونك كناخد 21.5 - 18.5 Donc, est égal à 3. Donc, quand on a 3, la pince handy, 3 divisé par 2, que ça fait 1,5. Donc, quand j'ai là, on a 1,5. 1,5. Quand on a la pince, on a fait la pince, on a fait la pince. un et demi. Donc hadi ya la valeur ديال la pince li غادي نديرو باش la taille ديالي تصغر donc j'espère تكونوا كلكم فهمتوا لودو حيت لا فهمتوا لودو غادي يجيكم لو devant ساهل وكاينه واحد لا remarque كاينه دابا هنا la pince elle doit pas dépasser 3 cm Une fois dépassé 3 cm, n'est-ce pas le dos, mais chez le devant. Le devant, il va dépasser 3 cm. N'est-ce pas le dos, l'alcool, qui mesure plus que 3 cm, par exemple, l'alcool 3,5, on a la valeur maintenant. L'alcool 4, on a 3. وديك لا فالور نحيدها من هنا علاش كنحيدها باش اون فوا ملي كنخيط لا بانس ديالتي ما تجيش لا بانس كبيره وملي كتولي لا بانس بلوس كو 3 سنتيمتر ملي كنخيطها كتولي عندي اون بوس في لا جوب هنايا دونك هذا هو لو دو بور لا جوب دروات دونك هنا غادي نخدمو لو ديفون دو لا جوب droite.
دونك هنا دخلنا ب 4 سنتيمتر، كنعرف بان لو دوفون كبر من لو دو، غندخلنا ب 4 سنتيمتر، غندخل ب 5 سنتيمتر، انا غندخل 5 سنتيمتر، غناخد لا لين ديال تي اوبليك. حاولوا تفكروا ملي غادي ناخذ لا لين اوبليك اش خاصني ندير. دونك اون فوا كتشوف لا لين اوبليك كناخذ لا ميزور ديالتي، كنديفيزيها بار دو، كنخرج ب 0.25. اون فوا نشوف لا جوب فيها اون لين اوبليك، جو لو ديفيز اون دو اي جو سور 0.25. اون فوا تكون عندكم السطر ديالكم مائل، كنقسموه على جوج وكنخرجوا ب 0.25. دونك هنا كنعبر لا لين ديالتي 22.5 ديفيزي بار 2 كتعطينا 11.75، كنخرج ب 0.25. فوالا كان جو روجوان لي بوان ديالي 0.25. هنا عندي غالبية تاع لي فام كيكون عندهم الفونتر، دونك حيت كاين الفونتر او ليو دو ديسوندر دو 2 سنتيمتر جو ديسون دو 1.5، ولا كان ما عندها فريمون ان فونتر جو ديسون دو 1 سنتيمتر. دونك هنا بوغ لا تاي ماكاس كتكون لا تاي ديالتها مزيونه، من الاحسن غادي ناخذ غير 1.5. نورمالمون ناخذ 2 سنتيمتر غير باش تبقى لكم علاش هبطات ب 1.5، باش تبقاو تفكروا الفونتر 1.5. دونك اش غادي ندير؟ يمكن انا كنخدم نتوما كتفكروا. دونك هنا لقيت 22.5، دونك هنا لا لين اوبليك بس خاصني ندير ليها، غادي نعبرها ونقسمها على جوج ونهبط ب 0.25. دونك 22.5 كناخد يا 11.75، دونك كناخد 11.75، تندير واحد دو بوان و جو لو روجوان بحال هكدا. نو باردون، نو جو ديسون دو 0.25، باردون. هنا 0.25 فوالا. هنا كما كنا كتخدمو اون مات ملي كنكونو كنخدمو باش كنفيغيفيو لو طرافاي ديالي واش جوست، كنديرو واحد لا فيغيفيكاسيون ديالنا واش هداك لو طرافاي لي كنت كندير واش جوست ولا فو. بالنسبة لهنا عندي هنا بلوس دو سنتيمتر، اون فوا تنبدا نخدم باش كنعرف بان داك لو طرافاي ديالي جوج كنلقى لا ديفيرونس دو 1 سنتيمتر. باغ اكزومبل هنا دخلت ب 4 اوتوماتيكمون هنا غندخل ب 5، هنايا لقيت 10 باردون 21.5، هنايا خاصني نلقى 22.5. دائما لا ديفيرونس دو 1 سنتيمتر حيت عندنا لا سوبليس هي اللي كدير لينا ديك لا ديفيرونس دو 1 سنتيمتر. دونك 22.5 ديفيزي بار 2 كتعطينا 11.75 ديفيزي جو ديسون دو 0.25. دونك هنا خاصنا لا بوزيسيون دو لا بانس، لا بوزيسيون دو لا بانس عندنا هنا 9.75، كناخذ 9.75 بلوس 1 سنتيمتر كتعطينا 10.75. دونك غناخد من لو ميليو دوفون كناخد 10.75. دونك 10.75 كناخد 10.75 وكندير لا بروميير بانس كتكون 8 سنتيمتر حيت لا بانس تاع لو دوفون كتكون صغر من لا بانس تاع لو دو حيت غادي تكون فيها دو بانس باش تبان في المنظر زوينه، كنديرو غير دي بانس صغار. وهنايا حيت لو دو تاع الباس كيهز لا بانس ما كتبانش بحال الا كانت في لو دوفون.
Donc, maintenant, on tient la position de la première pince, 8 cm, et entre les deux pinces, 6 cm. Donc, maintenant, on a 6. 6. Je rejoins les points d'Yaouli. Donc, maintenant, 6 cm, même longueur, 8, 8. La différence, bien sûr, 6 cm. Donc, maintenant, 22 et demi. Maintenant, je vais savoir la valeur de la pince. Pour trouver la valeur de la pince, on a 21 et demi moins 18 et demi. L'idée de la taille. Donc, on a 22 et demi. On a la ligne 21 et demi. On a la différence de 1 cm. Il y a 22 et demi. 22 et demi moins 18. Quand on regarde la taille, donc, quand on regarde 18 moins 18 et demi, qu'est-ce 4 cm. De 4 cm. Voilà, on va 4 cm. Là, j'ai un petit pince. Donc, j'ai 2. On a 2. La valeur 2. On a 2. Fermine 22 et demi moins 18 et demi. On a 4. Donc, 4, on va diviser en 2. On va 2 là ou 2. On a 2. On a divisé par 2. Ça t'en a 1. Donc, on a rajouté 1, 1, 1, 1. Ça fait 4. D'ailleurs, on a inséré les pinces la taille. La taille réelle d'Yatna 18 et demi. Donc, on a ajusté la pince. 18 et demi. Qui est belle ولا ما فهمتوش في لي كومونتير اللي ما فهمش يقول لي ما فهمش نقدر ندير عاد ثاني ان بوتي رابيل فوالا دونك هذه هي لا جوب دو باز سي لا جوب بازيك من هاد لا جوب غادي نلقاو دوطخ جوب هذه سي لا جوب دروات دونك غادي ناخذ منها لا جوب évasé ou la jupe fuseau. Donc, pour trouver la jupe fuseau, je rentre de 2 cm. Mais les camarades contrôlent la jupe de base, pardon, la jupe fuseau, contrôle 2 cm fuseau, radar ou 4 trolls. Ou évasé, la jupe radar ou 4 règes. Donc, fuseau, quand je mets le bas de la jupe, contrôle 2 cm. Deux centimètres. Bref, on dit comme des couleurs. Ça nous va être comme le patron. Une fois qu'on dit la couleur verte ou la rouge, on va se mettre sur le tableau. Donc, on dit c'est la jupe fuseau. Le fuseau. On a dit l'irdemeloula. C'est la base. C'est la jupe droite. C'est la jupe droite, maintenant qu'on trouve 2 cm, c'est la jupe fuseau. Maintenant qu'on trouve 2 cm, jupe fuseau. Donc, maintenant, la jupe évasée. La jupe évasée, mais la droite. Comme je vous disais, la jupe droite, c'est la jupe basique. Donc, la bretelle, une fois que nous avons fuseau, contrôle 2 cm, contrôle 2 cm, juste 4 cm pour travailler la jupe évasée, mais la jupe droite, contrôle 4 cm,
وكان باغون 4 سنتيمتر وكان طلع ب 1 سنتيمتر. دونك هاد لا لين هاد باغون هاد هنا هاد لا لين هادي هي لو بوين دانتيرسيكسيون الباسان. منها كنلقاو كاع لي جوب، لا جوب دغوات، لا جوب فيزو، لا جوب ايفازي. دونك هنا كنطلع من 4 كنطلع ب 1 سنتيمتر، حيت لا جوب ايفازي باش ما كتبقاش لينا لا جوب بونشي كتكون هابطة من لي كوتي، كنطلعو ب 1 سنتيمتر بلوس لي فازي عندنا بلوس كنطلعو. باغ اكزومبل كانت عندي 10 نقدر نطلع ب 2 سنتيمتر، كل ما كان عندنا لي فازي كل ما كنطلعو. دونك كناخد هنا كناخد 14 من 4 سنتيمتر كناخد 14 سنتيمتر وكناخدها بحال هكذا بوانتي هكا هنا 14 سنتيمتر. وهنا قلت لكم عندنا لا ديفيرونس دو 1 سنتيمتر، هنا خديت 14 هنا خاصني ناخد 15 سنتيمتر. هنا كناخد 4 سنتيمتر دائما باش خرجت هنا خاصني نخرج. دونك هنا خرجت ب 4 خاصني نخرج هنا ب 4 وغادي نطلع ب 1 سنتيمتر. اللي خرجت به في لو دو خاصني نخرج فيه في لو دوفون، واللي طلعت به في لو دو خاصني نطلع به في لو دوفون. دونك هنا 4 سنتيمتر 1 سنتيمتر. وكناخذ من هنا اللي قلت لكم هذه هي لو بوين دانتيرسيكسيون الباسان وكناخذها بحال هكذا نجيبها ل 4. هنا 15 سنتيمتر 15 بحال هكذا. دونك هنايا غنخدمو سيمون نخدمو بالبيستوري حيت نتوما دابا باقي ما كتعرفوش تخدمو بيديكم. ابخي ان شاء الله ملي كتعلمو كتقدو لي كور كتقدو تكملو غير بيديكم. دونك هنا ديرو لا راكل بحال هكذا، دائما لا تيت ديال البيستوري كيكون بحال هكذا. وكناخد 15 سنتيمتر هكذا. لو ميم طرافاي كنديرو لودو تاع لا جوب كنديرها بحال هكذا. دونك هادي هي لا جوب دو باز. دونك هنايا جيسبر باش كلشي يكون فهم، بان ليا الدرس مفهوم. دونك هنايا راه قلت لكم نعاود ندير لكم ان بوتي رابيل. هنايا كناخدو 25 25 25 25 25. كندخلو ب 4 سنتيمتر، اون ديسون دو 2 سنتيمتر، اون تراس لا لين اوبليك كتكون عندي هنا ولا لين اوبليك هنا. اون فوا كتكون عندي اون لين اوبليك كناخدها كنعبرها كنقسمها اون 2 اي جو سور دو 0 25. دونك هنا ملي كنبغيو نعرفو لا بوزيسيون ديال لا بانس، دونك كناخد هاد لا ميزور كنديفيزيها باغ 2 وكنقص منها واحد. هي هادي هي 9 75. دونك ملي كنبغي نعرف لا فالور ديال لا بانس كناخد 21.5 موان لو ان كار ديال لا طاي هي 3 ديفيزي باغ 2 هي 1.5. هنايا لا جوب فيزو كندخل ب 2 سنتيمتر، لا جوب ايفازي كنخرج ب 4 سنتيمتر كنطلعو ب 1 سنتيمتر كناخدو 14 سنتيمتر. دونك ملي كنبغيو نعرفو واش لو طرافاي ديالي غادا بيه مزيان ولا لا، لا لقيت لا ديفيرونس دو 1 سنتيمتر كنعرف بان لو طرافاي ديالي هو هداك غادا بيه مزيان. دونك انا عندي 9 75 باردون باش هنا لو دوفون كندخلو ب 5 سنتيمتر كنهبطو 2 سنتيمتر اون فوا لا لين اوبليك كنعبرها كنقسمها على جوج كنخرج ب 0.25. كنخرج هنا كنعبر هاد لا لين ديالتي كنقسمها كنهبط ب 0.25. قلت لكم بان ملي كنلقاو لو دو كيسهل عليا لو دوفون. اون فوا لقيت لا بوزيسيون ديال لا بانس 9.5 كندير عليها 1 سنتيمتر دو بلوس كتعطينا 10.75. دونك 10.75 كنحط لا بروميير بانس كي تقالا 8 سنتيمتر اي لا ديفيرونس اونتر لي دو بانس الفرق بيناتهم 6 سنتيمتر. تنحط لا دوزيام بانس ديالتي
une fois qu'on حط la position ديال la pince غادي نعرف la valeur ديالتي اللي خاصني نقص. دائما حنا في la taille غادي نخدمو بلو 1 quart ديال la taille 18 et demi. كناخد هاد la valeur ديالتي اللي لقيتها كي تقال 22 et demi moins 18 et demi كتعطينا 4 سنتيمتر. عندي 2 pinces غناخد 4 cm, on divise par les deux pinces, on divise par 2, on a 1. Donc 1, 1, 1, 1, c'est 4 cm. Il y a de la valeur, les l'qayna. On a le même travail, les deux flodo, on dira le devant. On a 4 flodo, le devant, on a 4 cm. 3 flodo, 1 cm, le vent. Le devant on tlab 1 cm دائما عندنا la différence de 1 cm لقيت 14 هنا غندير 15 cm هنايا فيزو 2 2 دونك هادي هي لا جيب دو باس. نتمنى من الله تكون عجباتكم ولا عجباتكم ما تبخلوش لينا باش ديروا لنا لايك واللي ما ابوناش يحاول يتابون في لاشين لا عجباتو. دونك هنايا غنقول لكم اش غادي خصكم بوغ لا سيرونس بروشين ان شاء الله. لا سيرونس بروشين غنديرو المونتاج سوغ لو بابيي اون سوا. خاصكم يكون عندكم بابيي اون سوا وتكون عندكم لا غولات باش ديرو الغولوفي. دونك هذا هو الدرس ديالنا. شكرا لكم ونتمنى من الله ينور لكم عقلكم باش تفهموا الدرس بسرعه وشكرا.